للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل في البداية أهلا وسهلا بحضرتك، يعني كنا نتابع هذا التقرير عن استضافة وزارة الداخلية لشباب وبراعم بشاير الخير وأسرهم لقضاء يوم رياضي وترفيه. في الحقيقة نتابع منذ فترة هذا المجهود الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية وحرصها تحت المظلة الأكبر وهي مبادرة كلنا واحد على هذا الدور المجتمعي والإنساني. سؤالي لحضرتك متعلق بتأثير هذا الدور على المواطن المصري وحرص الوزارة أيضا على أداء هذا الدور في هذا التوقيت. هو بالطبع في البداية هو دور مهم جدا بتقوم به وزارة الداخلية، وكان من قبل في زيارة لقاتلي منطقة الأسمرات لأكاديمية الشرطة واللقاء مع الضباط وطلبة كلية أكاديمية الشرطة وتنفيذ أنشطة رياضية هناك. النهاردة برضو في بشاير الخير في الإسكندرية ودخولهم إلى نادي الشرطة في الإسكندرية وتنفيذهم للعديد من النشاطات. طبعا كل ده بيأتي طبعا في المظلة العامة اللي هو كل دول كانوا ساكنين ومن قاطني المناطق العشوائية. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مسؤولية البلاد هدف كان الأساسي هو القضاء على العشوائيات، ومش القضاء على العشوائيات وسكن فقط في أماكن حضارية، لكن أيضا تغيير سلوك العشوائي اللي موجود من قاطني العشوائيات إلى سلوك حضاري. طبعا كل ده احنا شفناه من خلال المناطق الحضارية اللي تم انشائها في الاسمرات وفي ضيق العنب في الاسكندرية وفي العديد من المناطق الاخرى، وانشاء في كل منطقة منهم اندية رياضية للاهتمام بالنشاط الرياضي للاطفال ومناطق ثقافية وخلافه. كل ده لإعادة تشكيل الشخصية المصرية الجديدة وبث روح الولاء والانتماء للدولة المصرية في هؤلاء الأطفال. طبعا وزارة الداخلية بما تفعله مع قاطني العشوائيات وقاطني المناطق الحضارية الجديدة وإن هو بتحاول إن هي تقول لهم ان كلنا واحد، بس في يوم روح الانتماء للدولة المصرية، وانها بتساهم بشكل كبير في المشاركة في تنمية هذا الجيل الجديد والعمل على دمجهم داخل المجتمع. طبعا المجتمع المصري في كله داخله واحد، ولكن هذه المناطق اللي كانت عشوائية في صحيح في الوقت الحالي بيتم تغيير سلوك في الحقيقة أستاذ جميل، يعني هو إعادة تشكيل الشخصية المصرية الجديدة أو بناء الإنسان المصري بشكل عام هو كان ركن أساسي من أو ركيزة أساسية من ركائز السياسة المصرية، حتى لو رجعنا بالزمن ل 2013. إلى أي مدى ما نراه الآن وهذه المبادرة أو مبادرة كلنا واحد تطبق هذه الركائز والسياسيات على أرض الواقع؟ هو بالطبع في الوقت الحالي إعادة بناء الشخصية المصرية مرة أخرى، كل ده بيتم تطبيقه في الوقت الحالي من خلال طبعا زي ما قلت لحضرتك القضاء على المناطق العشوائية، تغيير السلوك العشوائي، ما يحدث في المناطق الحضرية، محاولة لإعادة بناء الشخصية المصرية من خلال التعليم، من خلال المراكز الثقافية اللي تم إنشائها في تلك المناطق، وأيضا الاهتمام بالرياضة وممارسة الرياضة للأطفال. كل ده بيسعى بتعمل عليه الدولة في الوقت الحالي لإعادة بناء الشخصية المصرية، إعادة الولاء والانتماء للدولة المصرية، الدولة مهتمة بكل أطياف الشعب المصري، وهو ده اللي احنا شفناه وشايفينه في الوقت الحالي أيضا من خلال مبادرة حياة كريمة اللي بتقدم كل الدعم للمواطنين المصريين، مش تغيير مساكن ليهم أو تنفيذ مشروعات قومية في قرى وريف مصر أو في المناطق الأكثر فقرا، ولكن أيضا تأهيل المواطنين والعمل على دمجهم داخل المجتمع، العمل صحيح على الاهتمام بنشاطاتهم، الاهتمام صحيح بمهاراتهم، هو ده اللي بيتم على أرض الواقع في الوقت الحالي. صحيح. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة.